Hi everyone, welcome to my channel and welcome to this new video. Today I'm going to review the lessons of the first sequence for the fourth year pupils. اليوم راح نديرو مراجعة لبرنامج السنة الرابعة للميدان الأول دروس القواعد. Alors نفكركم مش عندنا دروس القواعد في الميدان الأول. عندنا passive and active voice, comparative of equality and inequality, superlatives, based and strong adjectives, cause effect, discourse markers, or what we call connectors. رح نبدأ بأول درس اللي هو passive and active voice. Alors, لازم تعرفوا باللي في الـ active and passive voice نسحقوا حاجة مهمة هي الأفعال في الماضي. لأنه راح نهضروا على passive and active voice, la voix passive et la voix active في الماضي. ماشي في الفيتور, ماشي في الحاضر, ماشي في المستقبل, راح نهضروا في الماضي فقط. دونك, هنا عندنا الأفعال تنقسم إلى قسمين في الماضي. تنقسم إلى أفعال اللي راح تتبدل وسمها irregular verbs, وأفعال اللي ما تتبدلش وسمها regular verbs. نعطيكم ديز اكزامبل, نعطيكم أمثلة على الأفعال اللي ما تتبدلش. إلا كان عندنا فعل to prepare, يعني باش تعرفوا الانفينيتيف, يعني باش تعرفوا بالإنجليزية باللي فعل ماهوش مصرف, لازم يكون فيه to. It's important. You have to see two in order to know that the verb is not conjugated. هنا عندنا to prepare, to walk, to care, to move and to shout. They are regular verbs. علاش نقولوا بلي سي دي فيرب ريغولي؟ باسكو كي نحولوهم للباسي راح نزيدو لهم اما دي اما الاو دي. كاين دي فيرب يخلصوا بالاو كيما to prepare, نزيدو لهم الدي. كيما to move, نزيدو لهم الدي. كاين دي فيرب ما فيهمش الاو كيما to walk, to kill and to shout, نزيد لهم اودي. مي هادو يقعدوا دي فيرب ريغولي, معناتها دي فيرب كي نصرفوهم في الماضي ما راحش يتبدلوا, نزيد لهم اما دي اما الاودي. نروحوا الافعال اللي تتبدل. لو كان تروحوا تضربوا طلع على الكتاب تاعكم صفحه 131 حتى 133 راح تشوفوا قائمه الافعال اللي راح تتبدل, وهاد الافعال لازم تحفظ, لازم تحفظوا هذه الافعال, وانا نعتبرها كم يعني نعتبرها كانها لا باس تاع لونغلي. يعني كي تتحكموا في هذه الافعال باست سيمبل باست بارتيسيبل, يعني تقدروا ديروا تقدروا تحلوا بزاف تمارين تاع القواعد. الوغ هنا نعطيكم امثله. عندكم الكتاب, هنا عندكم الخانه الصفراء فيها دي فيرب فيها تو. كي يكونوا دي فيرب فيهم تو معناتها ماهيش مصرفه, مازال ما صرفناهاش. كيما اون فرونسي عندنا بريباري او ار, فينير اي ار, سورتير اي ار, دونك سي دي فيرب لي فيهم تيرمينيزون. كي نشوفوا بلي او ار اي ار اي تو نعرفوا بلي اي سون با كونجوغي. اون انغلي ما عندناش لا تيرمينيزون من الاخر, عندنا تو, نحطوا لهم تو في البدايه. كي نروحو نصرفو في الماضي عندنا الخانة الوردية هي الأفعال في الماضي, وراح تشوفو بلي تتبدل to be, to be, was, were, to have, to be, had. راح تشوفو بلي الفعل يتبدل, الحروف تاع الأفعال تتبدل. ألوغ راح تسقسوني وشنو هي الخانة الزرقاء. الخانة الزرقاء هي أفعال اللي تجي more auxiliary, هي أفعال اللي تجينا more auxiliary to have ولا to be. يعني كوم اون فرونسي عندنا باغ اكزومبل لو باسي كومبوزي نقولو جي مونجي, اللي فعل يتكون من زوج, يتكون من فيرب افوار في البريزون بلس لو بارتيسيب باسي اللي هو مونجي او اكسون. هنا سي لا ميم شوز, هذاك مونجي او اكسون هو الخانه الزرقاء في الانجليزيه. يعني ما نقدروش نقولو اي بين ولا يو دان ولا امبوسيبل, لازم نديرو اوكسيليار في الوسط باش نديرو لو فيرب تاعنا في الخانه الزرقاء, وهذا راح نسحقوه في الباسيف ان اكتيف فويس. يو هاف اكزامبلز هير, تو ايت ات ايدن, هنا الفيرب ماشي مصرف تو ايت في الماضي ات, وفي الباست بارتيسيبل اللي جينا مور اوكسيليار ايدن. عندنا to be, was, were, done, عندنا to sing, sang, sung, عندنا to understand. كاين دي فيرب ما يتبدلوش في الخانة الوردية ولا في الخانة الزرقاء ما يتبدلوش. بصح كيفاش نعرفو لا ديفيرونس؟ سيكو في الخانة الوردية راح يجينا مور فاعل, مور اي ولا يو ولا هي ولا شي, بصح في الخانة الزرقاء راح يجينا مور اوكسيليار, راح يجينا مور هاف ولا هاز ولا ووز ولا از. الان نروحو لي
الدرس اللي هو passive and active voice in the past tense only. راح ندير لكم أمثلة على regular verbs يعني الأفعال اللي ما تتبدلش، وأمثلة على irregular verbs هي الأفعال اللي تتبدل. regular verbs, the verbs that end with ed or d. عندنا la voix active in the active voice, Gustave Eiffel designed the Eiffel Tower. Gustave Eiffel هو الفاعل, the doer, ولا what we call the subject. وعندنا designed اللي هو الفعل, وعندنا Eiffel Tower اللي هو مفعول به, what we call in English the direct object. هنا باش نحولوا la voix active la voix passive راح نقلبوا, معناتها الفاعل تاعي راح يولي مفعول به والمفعول به راح يولي فاعل, راح نقلبوا. الوغ هنا نكتبوا the Eiffel Tower was designed by Gustave Eiffel. الان قبل ما نقلبوا راح نشوفوا designed c'est un verb, هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه c'est un verb اللي راهو مكونجوغي في الباسي, راهو في الماضي. كيفاش عرفنا؟ فيه اودي مع الاخير. باش نروحو نديرو من active voice الpassive voice نسحقو فعل مهم جدا في هذا الدرس اللي هو to be. To be سي l'auxiliaire être en français, لازم نصرفوه في الماضي لأن راح نديرو غير الماضي, لازم نصرفوه في الماضي باش نحطوه قبل الفعل في la voix passive. دونك Eiffel Tower اللي يكون مفعول به راح نحطوه هو الفاعل, ومعد نديرو إما was إما were. دونك was راح نستعملوه مع الضمائر I و she و he و it, و where راح نستعملوه مع الضمائر you we و they. بيان سور تقدر المعلمة والمعلم يمدلكم يعني فاعل انتم تعوضوه بالضمير. إذا طولكم children عرفوا بلي they, إذا طولكم the man عرفوا بلي he, إذا طولكم my father عرفوا بلي he, إذا طولكم my grandparents عرفوا بلي they. دونك سا ديبو, لازم تعرفوا الضمير وتعرفوا الفاعل كيفاش نعوضوه بالضمير. دونك Eiffel Tower هنا درنا was باسكو Eiffel Tower الضمير اللي يعوضوه هو it. دونك نكتبوا Eiffel Tower was designed by Gustave Eiffel. الوغ هنا حاجة مهمة, was هو verb to be in the past simple, و designed هو past participle, معنتها الفعل اللي جيني مور اوكسيليار. معنتها designed الأولى و designed الثانية ماشي كيف كيف, هما كيف كيف في الكتابة, لكن في الـ يعني in the word class كي نروحو نصنفو هاد الفعل ما راهوش فعل في الماضي, راهو فعل في الparticipation يعني اللي جيني مور اوكسيليار. هذا ما يتبدلش سهل, لي فيرب ريغولي كاع ما يتبدلوش, يكونوا اودي كي نحطوهم مور ووز وير يقعدوا اودي. راح تشوفوا لا ديفيرونس في الافعال اللي يتبدلوا. دونك باي لازم تزيدوها, باي حاجه مهمه جدا. دونك في لا فوا باسيف ما تنساوش فيرب تو بي لازم نحطوه ان ذا باست اما ووز اما وير قبل لو فيرب, ولو فيرب تاعنا راح يكون بارتيسيباسي. نقلبوا الفاعل مع المفعول به ونديروا باي قبل الفاعل اللي كان عندنا في لا فوا اكتيف. دونك هكا جيني باسيف فويس. راح نشوفو دوكا passive voice مع irregular verbs, معناتها مع الافعال اللي تتبدل. هنا خيرت لكم فعل to write يكتب. to write c'est un verbe irregulier باسكو راح يتبدل, راح تشوفوه وتصيبوه في القائمه تاع الافعال صفحه 131 حتى 133. هنا عندنا مثال I wrote a letter, j'ai écrit une lettre. I wrote a letter. I هو الفاعل, wrote هو verb in the past simple which is considered as an irregular verb, a letter is an object يعني مفعول به. في la voix passive نقلبو الأدوار, a letter تولي هي le sujet, بعد لازم نحطو إما was إما were. هنا حطينا was باسكو a letter الضمير اللي عودها هي it, دونك نقولو it was ما نقولوش it were, plus written اللي هو past participle. معناتها لو كنت تروحو تشوفو في الكتاب هاوليك لو فيرب راح نوريه لكم, wrote in the first sentence in the active voice past simple, بصح اذا رجعناه الباسيف فويس راح نحطوه مور اوكسيليار, دونك نسحقوا الفيرب تاع الخانه الزرقاء ماشي الخانه الورديه. دونك يولي written, was written by, لازم تحطوها by. هنا ما نقولوش I نقولو me,
يعني كاين فاعل كاين ضمائر راح يتبدلوا في الباسيف فويس. يعني كي يكون عندكم باغ اكزومبل فاعل ايفل تاور جوستاف ايفل انيس نو لايك فاعل يكون عندكم فاعل مثلا ماي فادر ماي مودر ماي سيستر جوستاف ايفل جراهام بيل بس اديسون ات ديبندز هذاك ما راحش يتبدل في باسيف فويس يعني هذاك الاسم تحطوه. لكن كي يكون عندك ضمير راح يتبدلوا ضمائر دي يكون عندك اي في الباسيف فويس راح يتبدل دونك نشوفوا القائمه تاع الضمائر اللي راح تتبدل دونك اي هو سبجكت راح يولي لي اوبجكت اي في الباسيف تولي مي يو تقعد يو ما تتبدلش شي تولي هير هي تولي هيم ات ما تتبدلش وي تولي اس ذي تولي ذم دونك عندنا زوج ما يتبدلوش اليو والات لي زوتر كامل يتبدلوا نعطيكم مثال بشي She wrote a letter. تولي a letter was written by her. ما نقولوش by she. We wrote a letter. A letter was written by us. ما نقولوش by we. دونك هادو ما وين مكتوب object راح نديرو قبلهم by في la voix passive. Pour bien comprendre, on a tel comme had des activités. Si vous dites des captures d'écran ou la pub sur la vidéo, قبل ما نعطي لكم la correction. Donc, عندنا هنايا راح ترتبوا لي الكلمات باش نديروا جملة مفيدة وراح تروماركيو إذا par exemple جملة فيها was ولا were عرفوا بلي راهي passive voice. إذا جملة ما فيهاش was were donc راح تشوفوا بلي c'est une phrase اللي راح تكون في active voice. هذه juste c'est une stratégie. I give you the correction of the activity later. عندنا activity 2 circle the right answer. Circle the right answer. هنا راح تخيروا إما 1 or 2. You have 2 choices. And here turn the following sentences into passive voice. Make the necessary changes and pay attention to irregular verbs. الو هنايا راح نحبس راح نديروها ensemble هاد الاكتيفيتي. هنا في هذا المثال واش راح نديرو she bought 4 apples الحاجه الاولى نعرفوا باللي هذه راهي في لا فوا اكتيف it's in the active voice علاش ما كاش was ولا were دونك ما كاش دو فيرب كاين ان سول فيرب وما كاش باي دونك راح نقلبوها نردوها في لا فوا باسيف دونك 4 apples هي راح تولي لو سوجي ومن بعد she راح تولي her نديروها مع الاخر ونديرو قبلها by we say by her then we have in the verb bought راح تصيبوه في الكتاب صفحة 131 لأنه الأفعال راهم par ordre alphabetic على حسب الترتيب تاع الحروف donc bought هو verb to buy to buy يولي في البينك كالم bought كيما راكو تشوفو فيه راهو في الباست سيمبل باش نردوه لا فوا باسيف راح نشوفو الخانة الزرقاء خاطش راح يجينا مور اوكسيليار هنا الحاجه الاولى نديرو ووز ولا وير راح نديرو وير لانه فور ابلز راهم في الجمع دونك نديرو وير بلس بوت كيفاش يولي في باست بارتيسيبل يقعد هو يقعد بوت دونك نقولو فور ابلز وير بوت باي هير عندنا انذر اكزامبل اللي هو اي وون ذا ماتش ذا ماتش ووز وون باي مي دونك the match راح يكون هو الفاعل نزيدو was باسكو the match مفرد won راح تشوفوا بلي في الخانة الوردية ولا في الخانة الزرقاء ما راحش يتبدل دونك نحطو won نزيدو by والآي تولي me we have another example the police arrested the thieves were arrested by the police دونك هنايا the thieves اللي هما السراقين راح يكونوا في الفاعل where باسكو راهم في الجمع ومن بعد arrested ما راحش تبدل لانه استن فيرب ريغولي ما يتبدلش by ونديرو the police at the end we give another example she drove a car دونك هنا drove هو فعل في الماضي يعني راح تصيبوه في الخانه الورديه كي نقولوا نبدلوه نقولو a car was driven by her دونك هذيك driven راح تسيبوها في الخانة الزرقاء علاش لأنه c'est un participe يجينا more was ولا يجينا more where هنا درنا was باسكو my car ولا a car
ولا a car it's singular دونك مفرد الضمير اللي عوضها هو it دونك نحطو a car was driven by her she تولي her نروح مباشرة للدرس الثاني comparative of equality and inequality alors هنايا الحاجة المهمة اللي حبيت نقولها لكم سي كو راح تسيبوا في الكتاب comparatives of equality and inferiority alors que non هما يعني كان غلطة برك comparatives of equality and inequality معناتها المساواة ولا مساواة يعني الحاجة المهمة هنا لازم تكون عندنا الصفات لازم يكونوا عندنا الصفات الحاجة الثانية لازم تفهموا باللي هنا راح نقارنوا شيئين ولا حيوان ولا إنسان ولا بلد ولا أي حاجة نقارنوا ونقولوا أسكو راهم كيف كيف ولا ما راهمش كيف كيف يعني الهدف ما نقولوش شكون اللي خير من شكون ولا شكون شاب على شكون ولا شكون كبير على شكون الأهم شيء أنه نقولوا إما راهم كيف كيف ولا ما راهمش كيف كيف نعطيكم مثال نقولوا باغ إكزومبل وليد وسامير وليد هو طويل على سامير صح في هاد الكمباراتيفز اوف ايكواليتي اند انيكواليتي ما نقولوش باللي سمير طويل على على وليد ولا وليد قصير على سمير نو نقولوا باللي اسكو عندهم لا ميم تاي ولا ما عندهمش لا ميم تاي هذا هو الدرس يعني اهميه الدرس هذا دونك ايكواليتي هي المساواه عندنا مثال رشيد از از تول از كريم دونك هنايا رشيد وكريم لهما نفس الطول كيفاش درنا باش عرفنا باللي عندهم نفس الطول درنا as وحطينا الصفة تاعنا في الوسط يعني as الأولى تجي مور فعل ومن بعد الادجكتيف تاعنا صفة ومن بعد as واحدة أخرى ومن بعد نديرو لو دوزيام سوجي ولا لو دوزيام سوجي inequality هي لا مساواة كي يكون كريم ورشيد ما عندهمش نفس الطول ما يهمناش شكون اللي طويل نقولو رشيد is not as tall as كريم واش زدنا هنا في هاد الجمله زدنا not وين حطينا not حطيناها قبل as الاولى وحاجه مهمه هنايا ما لازمش تنساو الفعل ما تقدروش تقولوا رشيد as tall as على بالي سي ان بو اتس كونفيوزين ساعات تلف لكم لازم تديروا الفعل is ولا are ولا لازم الوغ هنا عندكم لا غايل ايكواليتي نديرو لو سوجي تاعنا بلاس اس بلاس ادجكتيف بلاس اس انيكواليتي نديرو سوجي بلاس نوت بلاس اس بلاس ادجكتيف بلاس اس الوغ هير يو هاف اكزامبلز راح نديرو المثال الاول وراح نخليكم ديروا لي الامثله الاخرين بيل از شورت توم از شورت تو هنا لازم تفهموا الجمله باش تعرفوا اسكو مساواه ولا لا مساواه هنايا كاين تو اللي هي ايضا وعندنا دو ادجكتيف اللي تعاودوا شورت شورت دونك هنا نعرفوا بالزوج قصار دونك نقولوا بيل از از شورت از توم هنا ما راحش ديروا دو ادجكتيف راح نخيروا صفه واحده سي لا ميم اللي هي شورت وراح نكتبوا بيل از as short as Tom الوغ نحطو صفة في الوسط نديرو لها as من نومن وما ننسوش الفعل تاعنا قبل as الأولى نزيدو الثانية Kim is very nice but Sally is nicer هنا راح نشوفو بلي ما كاش مساواة لأنه Kim she's like he's like nice but Sally is nicer معنتها شغل خير منه دونك هنايا راح نديرو not وين راح نزيدو not راح نزيدوها في الاز الاولى دونك نكتبو Kim is as nice as silly Kim is not as nice as silly دونك نحو لي ديتاي في لافراز نحو very نحو bad نحو باسكو راح نقولو بلي غير متساويين دونك ما كان لها نسحقو very ما نسحقوش bad etc نزيدو المثال الثالث راح نخليكم ديروا الثلاث امثله اللي قعدوا Chinese is difficult but English is easy هنا واش راح نديروا راح نخيروا صفه واحده علاش لانه راح نقولوا باللي اللغه الصينيه واللغه الانجليزيه يعني غير متساويين من حيث الصعوبه ومن حيث السهوله ما نقولوش شكون سهل على شكون وشكون صعب على شكون في البدايه قلت لكم دونك هنايا نخيروا ان سول ادجكتيف حبيتو difficult ولا easy ونديرو لافراز تاعنا نقولو Chinese is not as easy as English donc elle n'est pas aussi facile que l'anglais ولا نقولو English
is not as difficult as Chinese. Donc elle n'est pas aussi difficile que le chinois. Donc هنا تخيروا مثال واحد وتحطوه. بيان سور المثال تاعكم راح يكون على حساب الجملة بصح ما تقولوش شكون صعب على شكون ولا شكون سهلة على شكون. الوغ اليوم راح ندير مراجعة لدرس هو ديفتونغس اللي راح تسيبوه في الميدان الأول من برنامج الإنجليزية. دونك هنايا الدرس تاعنا واسمو ديفتونغس. الوغ قبل ما نهضرو على ديفتونغس لازم نفكركم باللي هذا درس النطق، يعني لازم تركزوا على واش تسمعوا ماشي واش تشوفوا ولا واش مكتوب، لأنه الحاجة اللي مكتوبة ما راش حتتنطق كيما تتكتب. دونك لازم تركزوا في دروس النطق كامل ماشي غير هادو على السمع ماشي على الكتابة. الوغ هنايا عندنا كلمات بالإنجليزية اللي عندهم نطق مختلف. الوغ الحاجة المهمة انكم لازم ديروا لا ديفيرونس بين vowel و consonant. دونك vowels in English عندنا A, E, U, I وعندنا O وعندنا Y which is considered as a semi-vowel. دونك it's not a vowel, it's not a consonant, it's a semi-vowel. But concerning A, E, U, I and O are considered as vowels. وش معناتها vowels؟ هما الحروف اللي نستعملوهم بالإنجليزية أو الفرنسية، يعني باللاتينية in general بصفة عامة باش نهضروا على الحركات، يعني بالعربية عندنا الكسرة عندنا الضمة عندنا الفتحة دونك A أو E، وبالإنجليزية والفرنسية أو اللغات اللاتينية عندنا vowels. دونك كي نديرو O قدام B نعرفو بلي بو، كي نديرو A قدام B نعرفو بلي با etc. So here it's not really a general rule but this is going to be helpful. هذا حيساعدكم باش تعرفوا لا ديفيرونس بين consonant و vowel. الوغ هنا عندنا كلمات كما راكم تشوفوا short vowel. باغ اكزومبل sit، sit اللي هو يقعد، ولا book اللي هو الكتاب. هنا خلوني مش مكتوب في الـ في الـ في الكلمه، راح نهضروا على النطق. دونك كي كونط اون فا بارلي دو لا برونونسياسيون كي نهضروا على النطق راح نشوفوا الكلمه بين slashes، هادوك القصبات هادوك سلاشز. الوغ هاد سلاشز يعني الكلمه كيفاش ننطقوها. الاولى سيت والدنيا بوك، راح تروماكيو بلي لا فوايل تاعنا راهي قصيره في النطق. سيت بوك راهي قصيره. نروحو نشوفو ملهيه عندنا ميت وعندنا فود، هنا راح تروماكيو بلي لا فوايل تاعنا راهي طويله بارابور الكلمات اللي نطقناهم دوكا. الوغ هنا اون فوا ماركي بلي الاولى شورت فاول والثانيه لونغ فاول، يعني الاولى لا فوايل تاعنا راهي قصيره في السمع والثانيه راهي طويله. ميت الاولى سيت، الثانيه ميت، الاولى بوك، الثانيه فود. لكن هادو نسموهم وان فاول ساوند. واش معناتها وان فاول ساوند؟ معناتها نسمعوا في السمع نسمعوا حركه واحده اللي هي او ولا او، كسوا طويله ولا قصيره نسمعوا غير او. دونك هنايا حركه واحده في الاي سيت نسمعوا اي، في الميت نسمعوا اي بصح وان فاول ساوند، يعني في السمع راح نسمعوا حركه واحده. باغ كونتر لو كان نحكموا تيك، تيك راح تسمعوا تيك، ما راحش تسمعوا تاك ولا تيك ولا تاك ولا، ما راحش تسمعوا وان فاول، راح تسمعوا لايك تو فاولز. تايك تايك هذيك الاي فيها اي وفيها اي، دونك اي بلاس اي تمد لنا اي. دونك خلونا من الكتيبه نهضروا على النطق، راح روماركيو بلي كاين اون ديفيرونس كي نقولوا باغ اكزومبل سيت ونقولوا تايك، بس حسوا بلي في لا سيلاب عندنا دو صون كي شغل دو صون لاصقين، تو ساوندز ويتش ار لايك كومبايند ان ذا سيم سيلابل. تايك اي فوالا. دونك هادي كيكون عندنا نحسوا بلي كاين دو فوايل في اون سيل سيلاب نسموها ديفتونغ، يعني عباره عن لايك كومبينيشن اوف تو فاولز نوت ان ذا ريتن of two vowels ماشي في الكتابة بصح في النطق. نظرة مركزة في السمع ماشي في الكتابة.
بار. دونك ان انجليش نورمالي وي هاف 8 ديفتونغز، نورمالمون عندنا 8 ديفتونغز. احنا راح نركزوا على الاي وعلى الاي، اي اي سي تو. الوغ راح نشوفوا هنايا اون اكتيفيتي، ايدنتيفاي ذا انجورد ديفتونغ ان ايتش ليست. هنايا في لا ليست الاولى عندنا اربع كلمات، كاين وحده ما تتنطقش كيما الاخرين، الاخرين كاملين تنطقوا اي والاخرى وحده ما تتنطقش اي. في لا ليست دوزيام نفس الشيء، عندنا كلمه ما تتنطقش كيما الاخرين، الاخرين يتنطقوا اي، وحده تتنطق جو سي با. دونك يفو سافوار. الوغ في الكاف لا ليست الاولى، قائمه الاولى عندنا تيك، make, dare, sailor. راح نورماركيو في ليها بلي كاين a a a a. دونك dare كاين one vowel sound، دونك واحد برك. وفي take و make و sailor راح نورماركيو بلي كاين a a a، دونك two vowels، دونك الداخل هو dare. في القائمة الثانية life, kind, pilot, classmate. راح نورماركيو بلي classmate ما عندهاش علاقة مع pilot و kind و life، باسكو ديجا راكو تورماركيو بلي كاين I في life و kind و pilot. مالكي تشوفو اون سول فوايل برك، بصح في النطق نقولو I، دونك two vowels ماشي وحدة. و classmate هي يعني classmate نصنفوها في الأولى باسكو عندنا لو سون اي، دونك ما نصنفوهاش مع الثانيه، دونك هي الداخله. هنا عندنا اون اوتر اكتيفيتي اللي هي كلاسيفاي ذا ووردز اكوردينغ تو ذا فولوين ديفتونغز. الوغ هنايا عندكم اما اي اما اي، عطيت لكم مثال داي في الاي وماي في الاي، وهنايا نتوما تسيو تكلاسيو لي هاد لي مو على حسب النطق تاعهم. الوغ هنا اون فافير لا بروميير انصومبل، نايس نايس، حتو ماركيو بلي فيها اي فلاش لا اون سول سيلاب، حنا كلمه فيها اون سول سيلاب يعني شغل اون سول بارتي اللي هي نايس، ماشي نايسر ولا نايسي ولا نايسا باش نقولوا تو سيلابوز. ات هاز اونلي وان سيلابل اللي هي نايس. في هذاك وان سيلابل انا نورماركيو بلي في السمع نسمعوا تو فاولز، نايس سو اي، سو وي بوت ات ان ذا سيكند كولم. بار اكزومبل نرفدو الكلمه الثالثه اللي هي holiday holiday holiday. الوغ هنا كاين 3 سيلاب holiday، راح نورماركيو بلي في لا 3 سيلاب ما فيهاش اون سول فوايل، ماشي في الكتابه في النطق holiday day. دونك هنا راح تورماركيو بلي هاد الكلمه فيها 3 سيلاب، ولا سيلاب الاخرى تتكون من زوج يعني two vowel sounds، يعني نسمعوا صوتين على ضربة، دونك نحطوها في الخانة الأولى. وانتوما سيو ديروا لي الكلمات الأخرين في التعليقات. That's all my dear pupils for today. I'm going to post the other lessons later. دونك راح نحط لكم الدروس الاخرى في اقرب وقت، اما العشيه اما غدوه. ليسونسييل هذه راح تكون ريفيزيون بور ليكزامان و ريفيزيون اوسي بور لو بام ان شاء الله. جيسبر كو سيتي كلير، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. سي فو نافي با كومبري فو ليسي لي كومونتير، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. تيك كير اوف يور سيلفز، جود باي.